إخواني جزاكم الله خير. قبل لا نقرأ نبدأ بالمجلس، رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى المستشهدين بين يديك سيدي يا حسين، روحي وأرواح العالمين لك الفدا، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وقف الحسين ويا له من موقف، من وقعه صم الصخور تلين، إذ راح يندب فتية ويراهم جثثا على الغبرة، لهن أنين ما بين من قطع الحمام أنينه، أوصى فحر رمضا منه جبين، ما هادنوا حتى تهاووا صرعا للبيض، وقع فيهم ورنين. خلي بالك، وقصيدة رقيقة. فهنا حبيب واللواء مخرق، فهنا يا حبيب واللواء مخرق، وهناك مسلم والفؤاد طعين. وهنا
أولئك حول الماء قائد جيشه، وهنا أولئك عند الماء قائد جيشه، عند الشريعة جذ منه يمين، فغدا يبثهم لواعج صدره، وأساهم بين الظلام دفين، وناداهم والصوت يطفح حسرة. أيها الأحبة، يا مؤمنين، ترى الحسين وقف وقفه يوم العاشر من المحرم بعد أن رأى يمينا شمالا لا من ناصر ينصره ولا من معين يعينه. تقول أرباب المقاتل، يقول لو شاء الله للسماء أن تنطبق على الأرض لانطبقت، والجبال أن تندك لاندكت، يوم نادى الحسين: يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجا، ما لي أدعوكم فلا تجيبوا، وأناديكم فلا تسمعون. ناداهم والصوت يطفح حسرة، ويلف نبرته شجا وحنيا، الكرام فرزقكم يا سادة الهيجاء ليس يهوي، عين المكارم مثلما تبكي لكم ساحل وغا وعرين، من بعدكم يحمي الحمى ويذود عن يا هذا النساء ومن لهن معين، غدا يعتب عليها بقلب مالوم، والله ما علم ما علم، يطيب لكم يا فرسان الوغى النوم، شلون عيونكم يغلي الوفا تنام، او تسمعون الحرم لاجت بالخيام، والله قامت قامت تضطرب على القاع الاجسام، والله ورادت تنتهض لولا المحتم، يا ورادت تنتهض لولا، يا المحتم. قلعهم الحسين يخاطبهم بلوعة وشجاعة، قلعهم تراكم تراكم الفزع يغلي الوفا علي، والله تراكم حين على الثرى نمتو، والله تراكم يا
اصبر جيف وعيوني والله تراكم جتل كلكم يا فرسان الحميه يا جتل كلكم يا فرسان يا الحميه بكى وانحنى من فوق قائم سيفي وناداهم والدمع كالمزن يسكب. إذا تحفظ هالبيت ردد وياي: أحبايا لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. مرت الرسالة الإسلامية الدعوة بمرحلتين من الصراع خلال مسيرتها. مرحلة تسمى المرحلة الأولى مرحلة التنزيل، والمرحلة الثانية هي مرحلة التأويل. مرحلة التنزيل ابتدأت من إعلان النبي صلى الله عليه وآله لرسالته إلى حين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما مرحلة التأويل فبدأت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، واستمرت هذه المعركة إلى يومنا هذا. هي معركة شنو؟ معركة التأويل. مرحلة التنزيل أو معركة التنزيل ابتدأت معركة التنزيل ابتدأت عندما واجه النبي صلى الله عليه وآله مشركي قريش، وكانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وآله أنه ماذا؟ ساحر، وإنه شاعر، وإن هذا الذي أتى به ليس من السماء. كانوا ينفون أن هذه الرسالة مرتبطة بمن؟ بالسماء. ولهذا نرى هذه الكلمة مرارا تصدر منهم: هذا منك أم من الله؟ لما كان يبلغ النبي حكما من الأحكام كانوا يجيبونه أن هذا الحكم منك أم شنو؟ من الله. هذا شو يدلل؟ يدلل على أن القوم كانوا يشكون برسالة شنو؟ النبي صلى الله عليه وآله، وأنها ليست من السماء، إنما هي ماذا؟ من نفسه، بشرية دعوة النبي صلى الله عليه وآله. وأكو الآن من مشركين مشركي هذا الزمان أيضا لهم هاي الدعوة. الآن هاي الدعوة قديمة مو جديدة، ولكن أحيت
أحيت أنه ماذا؟ أن القرآن من النبي وإلى آخره من هذه السفسطات. على كل حال، ولذلك واجهها النبي صلى الله عليه وآله بشدة. ونهاية هذه المعركة أن الله سبحانه وتعالى نصر نبيه، انتصر النبي على المشركين وحرر مكة المكرمة اللي كانت وكر المشركين، حررها النبي صلى الله عليه وآله. ولكن انسحبت هذه الجبهة، جبهة المشركين، ودخلت إلى الإسلام لتواجهه من داخله. لاحظ شلون؟ لأنه عجزت، عرفت أن هذه الدعوة لا تستطيع أن تقف في وجهها، لأن هذا التيار قادم، التيار قوي، هذه الرسالة قوية، فما تستطيع أن تقف في وجهها جبهة الشرك. زين، شنو الطريقة لمواجهتها؟ الطريقة إلى مواجهتها أنه ماذا؟ أنه تلبس ثوب الإسلام وتدخل وين؟ تدخل داخل الإسلام. من هنا بدأت معركة التأويل. من هنا بدأت شنو معركة شنو؟ التأويل. النبي كان يقاتل علي، ما تنزل علي آية، ها؟ النبي من خلالها يقاتل ويقول لهم الله أمرني بذلك، لكن انتهى الوحي برحيل رسول الله من هذه الدنيا، فبدأت معركة شنو؟ التأويل. الورثة الحقيقيين للرسالة وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليه، انتبهوا إلى خطورة هذه الجبهة، وهي الجبهة هواي خطر. شوف مرة عدوك أمامك مشخص، هذا صعب عليه أن يهزمك، صعب عليه، صعب يتغلب عليك. لكن المشكلة مين؟ المشكلة إذا كانت الفتنة شنو؟ من الداخل. حرامي البيت صعب أن شنو؟ أن تكذبه، لكن الحرامي اللي جاي من برا تقدر بسهولة شنو؟ أن تكذبه وأنت منعه. لكن الحرام إذا صار من داخل البيت شلون تكذبه؟ إذا هو داخل يأكل ويشرب وقاعد وينام، زين ذولي لبسوا ثوب الإسلام شنو؟ ودخلوا للإسلام، زين شلون يواجهون؟ ولذلك هذه الجبهة أخطر من تلك الجبهة بآلاف المرات، لأن ذيك جبهة الشرك كانت معلنة الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الجبهة خفية. والمشكلة أنه شنو؟ لابسة نفس الثوب اللي لابسيه قاد. ولذلك ماذا كانوا يسمون بأمير شنو؟ بأمير المؤمنين. هو ما يفتك إلا بالمؤمنين. لذلك واجهوها بكل شدة وبكل صرامة، وأعلنها الحسين ومثلي لا يبايع شنو؟ هذا شعار الحسين سلام الله عليه، أن يزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع شنو؟ ما يمكن إيدي أن توضع شنو؟ بإيد يزيد بن معاوية، لأن وصلت في مرحلة. لذلك إخواني عمار بن ياسر، شوفوا امتداد هاي المعارك، يعني امتداد معركة بدر، امتداد معركة أحد، كما يقول امتدادها، كما يقول المحققون امتدادها ماذا؟ معركة صفين. امتداد ذيك المعركة معركة من؟ معركة صفين. لذلك عمار ابن ياسر، تدرون عمار ابن ياسر إلى مكانة في الإسلام، واحد من الشخصيات التي ربط النبي صلى الله عليه وآله الهداية به. يقول أحدهم، خلنا أعطيك الرواية عن عمار خاطر تعرف عمار يتكلم كلمة، ها؟ يقول أنس ابن مالك، أنس ابن مالك خدم النبي 10 سنوات، لكن لم ينتفع من هذه الخدمة شيء. 10 سنوات هو خادم للنبي،
ولذلك مو شرط أن واحد يخدم واحد صالح ويكون صالح أبدا، أو أن واحد يرتبط بصالح ويكون صالح أبدا. هذا خدم النبي قد 10 سنوات، ولكن ما انتفع بخدمة النبي وبصحبة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه شنو؟ لأنه من أهل الدنيا. يقول أنا قاعد وأمير المؤمنين سلام الله عليه قاعد، والنبي في بيت النبي، يقول قبل أن تطرق الباب قال لي يا أنس قم وافتح الباب للطيب المطيب. هالسياه هذا الطيب المطيب، يقول رحت فتحت الباب وإذا به عمار بن ياسر. يقول اجى قعد النبي في صفه، قال له يا عمار ستكون من بعدي هنات، ويقع الخلاف في أمتي والسيف بينهم حتى يقتل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم شنو بعضا. زين، النبي جاي يتنبأ بمصير الأمة مالته، وهذا ما وقع بيناتهم، يقتل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم شنو بعضا. يا عمار فإذا سلك الناس واديا وسلك هذا الأصلع واديا فاسلك الوادي الذي يسلكه علي بن أبي طالب، فإنه لا يرديك في ضلال ولا يصدك عن هدى. الله، يعني يخليك تمشي على الطريق المستقيم، لا يصدك عن هدى ولا يرديك وين في ضلاله. ولذلك عمار أيها الأخوة كان في صفين هذا الشعار: لو تبعتمونا إلى سعيفات هجر لعلمنا أننا على الحق. هكذا الثبات على العقيدة، مو بمجرد أن يطرقون شبهة في ذهنك عقيدتك تتزلزل، تظلها تتقلب. شوفوا معركة ودماء. فعمار ابن ياسر تدري هاي المسلمين، احنا جاي نشوف الناس مو طبقة واحدة، مو ذهن واحد، تختلف ثقافاتها ووعيها. فكانوا يقولون الى عمار مهاية بالجبهة المقابلة في صفين معاوية وعمر بن العاص، باعتبار ذولي شنو معاوية وعمر بن العاص باعتبارهم صحابة، ترقعت هاي شبهة الصحابة باعتبار ذولي صحابة. فقال له لا أتعرف الراية التي تقاتلها؟ أنت الراية تعرفها؟ قالهم لقد قاتلتها 3 مرات في عهد رسول الله، وهذه هي الرابعة، وإنها ليست بأفضلهن وأحسنهن بل هي أشرهن. إذن يا هي المعركة الأشرس والأشد، يا معركة معركة التأويل، لأن ذيك الجبهتين معروفة، منا جبهة المشركين منا جبهة رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن هاي الطرقاعة هنا نتعاشر، واحد شوف إجا الأمير المؤمنين في صفين قال له أنا تحيرت، تدري هو الجيش مال الأمير المؤمنين مو كله يعتقد بإمامة علي بن أبي طالب، مو هاي أكو شبه عند الناس، يقول له ترى يعتبرون أمير المؤمنين قائد سياسي لهم، يعني يقودهم سياسيا وينظم أمورهم الاجتماعية، وطبعا من واجبهم إليه بايعونا أنه يمتثلون أمره، لكن يعتقدون بأنه يتكلم عن السماء. ترى ذول اللي يعتقدون بعلي بن أبي طالب أنه إمام منصب من قبل السماء عليهم، ذول ترى اللي يعرفون أمير المؤمنين بهذا المعنى معدودين عبد الأصابع. أغلب الموجودين خاصة في ذاك الزمان لا يعتقدون أن أمير المؤمنين قائد، ويجب شنو؟ يجب الامتثال وطاعته، أما التسليم له لا، ما كانوا يعتقدون ذلك، كانوا يناقشونه يقفون أمامه حاجونه، لأنه شنو ما يعتقدون أنه ماذا، خاصة أن أمير المؤمنين كان يعطيهم مساحة من الحرية، أمير المؤمنين كان يعطيهم مساحة من الحرية، يعني مو متجبر عليهم، مو متسلط، مو طاغوت إلى ناقشة شنو كما كانت سياسة اللي مقابل، فمن أبى وأشر شنو إلى سيفه.
فاجى الامير المؤمنين قال له يا علي انا الامور اشتبهت عندي. قال شلون؟ قال له شو ذول يؤذنون احنا نؤذن، ذول يقرون قران احنا نقرا قران، ذول يصلون احنا نصلي، ويا من الحق، الحق ويا من. شوف امير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا هذا المنهج الصحيح، هذا اللي يريد اتباع يتبعونه يكون على وعي مو على تقليد اعمى. قال الامير يقدر امير المؤمنين هو الصادق، لان علي مع الحق والحق شنو. وهذا الحديث يرويه الخاص والعام ايها الاخوه، ترى الخاص والعام يروي هذا الحديث ان عليا مع الحق والحق مع علي. زين، ما عندي مجال ان اذكر مصادر هذا الحديث، والا هذا مصادر هذا الحديث حديث متواتر ان النبي قال علي مع الحق والحق شنو. حتى معاويه نفسه ثبت من هذا الحديث. زين، ايش قال له امير المؤمنين؟ قال له اعرف الحق تعرف اهله. تعرف الحق شنو تعرف؟ تعرف اهله. قال له اعرف الحق، انت تبصر بالحق، شوف الحق وين؟ عند ذيك الساعه شنو؟ لا تربط الحق بالرجال. لا تخلي الرجال هم الميزان، لا، خلي الحق هو الميزان، إلا في علي بن أبي طالب وأولاد علي عليه السلام، فإن الحق يدور معه. الحسين سلام الله عليه يقول رضا الله رضانا، نصبر على الفضائح، رضا الله رضانا أهل. زين، فالمعركة هذه إخواني شديدة، ولذلك هذه المعركة معركة في غاية الأهمية. تصدى لها ورثة النبي الحقيقيين واحدا تلو آخر، تصدوا لهذه المؤامرة. وذا اليوم تشوف أكو شيء بقايا إسلام، فإنما هي ببركة ما قام به الأئمة عليهم السلام، بالخصوص ما قام وما قدمه سيد الشهداء أبي عبد الله. هذا النموذج الذي ذكرته اللي اجى سأل أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه يسمونه الطرف الثالث في المعادلة. شلون الطرف الثالث في المعادلة؟ الآية اللي بديت بها المجلس أيها الأحبة، القرآن يتحدث عن طائفة تتفرج، يعني بمعنى آخر يقولون الجلوس على الجبل شنو؟ أسلم. أي ما لنا والدخول شنو؟ بين السلاطين. الجلوس وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فتاب عليه ليتوبوا إن الله. هؤلاء في معركة حنين ذولي اعتذروا وقالوا إن بيوتنا شنو؟ عورة. قالوا اللي إحنا يمنعنا من المقاتلة معك يا أبا عبد الله، أنا عندنا أطفال وعندنا عيال وعندنا أولاد وعندنا ارتباطات اجتماعية، عفوا، مع النبي صلى الله عليه وآله، هاي تمنعنا من أنه ماذا؟ أن الروح معاك شنو بالغزوات. اعتذروا. القرآن نزل قالهم ترى وويلكم، ما دام يأمركم النبي يجب عليكم أن شنو؟ أن تخرجوا معه. هم حسوا بهذا المعنى أنه شنو؟ أنه بعد مصيرهم إلى النار. مصيرهم وين؟ إلى النار. فالتجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بعد وضاقت عليهم الأرض بما رح وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا شنو؟ إلى توجهوا إلى الله. إلهنا ربنا مولانا سيدنا، ترى إحنا يعني ضاقت علينا الأمور، إحنا أذنبنا، إحنا أخطأنا، نريد ماذا؟ نريد مغفرة.
واحنا نرجع الى الطريق. هذول اخواني المترددين شو تعبر عنهم؟ المشككين، شو ما شئت فعبر عنهم. ذول مولانا يمثلون فد مصيبة بالمجتمع دائما دائما. ماذا؟ دائما يثبطون الآخرين، يثبطون عزائم الآخرين. ذول خطر في المجتمع، ذول خطر في المجتمع. زين، ولهذا القرآن يقول ذول مو واضحين، ما معروفين شنو هم، أفكارهم شنو هي. زين، ويا من يصيرون، فلذلك ضيقت عليهم شنو؟ ضيقت عليهم السماء. نجي مدرسة الطف، حسين مني وأنا شنو؟ كما واجه النبي صلى الله عليه وآله أمثال هذه النماذج، الحسين سلام الله عليه واجه هذه النماذج أيضا في حركته. دعوة النبي، دعوة الحسين كدعوة النبي صلى الله عليه، ما كفر، هذا حجة الله. والناس هم أغلبها تعرف، تصور أن الناس ماذا ما تعرف من هو الحسين عليه السلام. أنا أنقل لك نموذج حدث في كربلاء يحكي هاي الآية في زمن التأويل، مو في زمن شنو؟ التنزيل. خلي بالك يم الموضوع لأنه بفائدة اجتماعية إلنا إخواني. المعركة ذيك في مرحلة التنزيل لما ذوليك ونزل بهم القرآن. الحسين صلوات الله وحده من بياناته من كان فينا بادنا مهجته فليلحق بنا فإني راحل مصبح إن شاء الله شنو تعالى. من كان فينا بادنا مهجته موطنا على لقاء نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبح إن شاء الله تعالى. من لحق بي استشهد ومن تخلف عنا لم يبلغ الفتح. حسين استنصر الناس، يكون حجة عليهم، لا يقولون والله احنا ما سمعنا استنصار. حسين هم كتب كتب وكتب الى كل الامصار كلها استنصرها، ترى وما حد استجاب له الا اهل الكوفة. يعني يا فضيلة اهل الكوفة، مو 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 مذمة، استجابوا له. لكن حدث بالنتيجة الحسين مو فقط أهل الكوفة، والحسين كان مصمما على الشهادة ومصمما على الثورة من قبل أن يكاتبه شنو. الحسين سلام الله عليه تحرك في 28 رجب سنة 60 للهجرة، واكتملت كتب أهل الكوفة في شهر رمضان سنة 60 للهجرة. يعني بعد شهر كم يوم يا الله اكتملت أن اقدم علينا. إذن الحسين من طلع من المدينة عالن ثورة لو ما عالن ثورة؟ عالن ثورة الحسين سلام الله عليه. إذن اجت كتب أهل الكوفة مكملة إلى قضية شنو ثورة. وإلا الحسين من 28 رجب هو عالن الثورة ضد يزيد ابن معاوية، ضد الحكم الأموي. اكتملت الكتب. مسلم طلع ليمتى؟ مسلم طلع في شهر رمضان. مسلم طلع في شهر رمضان، نعم مسلم طلع في شهر رمضان المبارك. زين، طلع في شهر رمضان ووصل إلى الكوفة يوم 5 شوال. يوم 5 شنو؟ 5 شوال. طلع استمرت رحلته، يعني طلع من 15 شهر رمضان المبارك من مكة، وصل 5 شوال إلى الكوفة. 20 يوم مسلم سلام الله عليه وين في الطريق حتى وصل إلى فمنه هذا النموذج؟ النموذج عبد الله ابن الضحاك المشرقي، ويا صاحب اسمه مالك ابن النضر الأرحبي. عبد الله ابن الضحاك المشرقي أيضا ممن سمع استنصار الحسين ولبى ذلك الاستنصار، لباه وإجا مع الحسين عليه السلام.
يقول الطبري في تاريخه: فدخل على الحسين فتذمما. يعني شنو تذمما؟ يعني تذمما وسلم عليه، يعني التذمم بمعنى العهد، يعني معناه يدرون اكو عهد في رقابهم للحسين عليه السلام، اكو عهد، اكو فد شيء بيعة، ولذلك تذمم من الحسين وسلم عليه. زين، اجى ذاك مالك بن النضر الارحوي قال له: يا ابا عبد الله، انا عندي عيال وعلي دين، فأرجو ماذا؟ أن تحل ذمتي. شنو؟ من بيعتك. حل ذمتي، كل روح. حسين عليه السلام إخواني إلى ليلة عاشر ما كان يتمسك بأحد من أصحابه، وهذا خلاف سيرة كل القادة العسكريين. عادة القائد العسكري شنو؟ شل بجماعته بالمعركة. الحسين الوحيد اللي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه شنو؟ فإن القوم يطلبون لا تدخلوا، اسلك ما بين الجبلين، كل ساعة قل الواحد سلام الله تعالى، لأن هي هاي القضية يعني يحتاج لها هكذا بصيرة وهكذا إخلاص، لأن هؤلاء راح يقف عليهم جعفر بن محمد الصادق ويقول: بأبي أنتم وأمي، يا ليتني كنت شنو معكم. هذا المسألة شو ذول عندهم صدق ووضوح. زين، قال له، قال الحسين: اجى عبد الله بن الضحاك المشرقي. شوف، هذا اللي دائما الانسان تتنازع في نفسه دائما امرين، امر الخير وامر الشر، يتنازع في نفسه الشح والانفاق. هذا قال للحسين عليه السلام: شوف، استجابته مشروطه. هم بالأول استجابوا للحسين، لأن لما إجوا للحسين شنو استجابوا، لكن خلوا العوائل، خلوا شنو الدين، خلوا الأولاد عائق دون أن شنو أن ينصرون الحسين عليه السلام. إجا قال له: أبا عبد الله، أنا مثل صاحبي، هم عندي أولاد، عندي عائلة، وعندي شنو، عندي دين، ولكن أنا أبقى وياك ما دام سيفي ينفعك ويمنع عنك القتل. ما دام سيفي نفعك ويمنع عنك القتل أنا وياك، لكن إذا شفتك وقيت بوحدك ولا ناصر ولا معين وأنت مقتول، بعد يا أبا عبد الله أعذرني، ترى أنا يعني أعوفك وأروح. يعني خلى وقفت ويا الحسين وقفة شنو؟ وقفة مشروطة. يعني إذا أجت الأمور إليك وانتصرت يا حسين أنا وياك، يعني بس إذا شفتك فقدت أصحابك وبقيت بوحدك بالساحة، زين أنا بعد شنو باقي؟ ليش نقتل؟ أنت مقتول. شوفوا اللغة، هنا يجون يحللون، يقولون هذا الإنسان دائما تتصارع في نفسه هذين الأمرين، أمر الشح وأمر شنو؟ أم الطاعة والمعصية، فياهو اللي يغلب على الثاني. ترى هاي نبتلي بيها احنا هسه الآن، مثلا الآن، مثلا الآن هذه المجالس تشوف تصارع نفسك، يطونك ظرف تطلع من جيبك شيء يقول لك لا ما هو هسه، ها شوف يبقى صراع، ياهو اللي يغلب الثاني ما أدري بالأخير، ها حط بالظروف وأساعد وأشارك بمجلس الحسين، لو ما احط يلا يا معود هسه ذول هم عندهم فلوس مثلا كذا، اروح يعطيكهم فد، يقول لك شوف لك فد كذا، فد مورد ما ادري شنو، زين زين، واكو كذا، والان هاي زين، بس من الصير يم مجلس الحسين يصيرون يبكون على الفقراء والمحتاجين. الله اكبر، شوف الشيطان والعياذ بالله، من يصير عيد الحب والدبب الحمر تظل ترجع واحد بالثاني، ما حد يجر ولا حد يتكلم ولا حد يتفوه، يقول بدل ما تشتري دب احمر وتشتري هديه زين وتصرف بعيد الميلاد كذا كذا،
حقهم بالدين للفقراء ذني. أكو ناس فقراء في حين ذي ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، بس من تجي أيام الحسين يطلعون المتشفقين على الفقراء. وأنا أقول لك وحقك من هذا منبر الحسين، هؤلاء الذين يتكلمون لا ينفقون على الفقراء دولارا واحدا على دولار، ولكن والعياذ بالله يأمرون الناس بالبخل. هم بخلاء ويأمرون الناس، شيطان والعياذ بالله يلعب. وإلا أنت شوف، قلت لك ما تطلع هاي الأصوات، ليش ما تطلع؟ في حين إخواني من إجا دعبل ودخل على علي بن موسى الرضا، وهذا فعل المعصوم حجة الإمام، إيش قد طاع؟ ألف دينار، ألف دينار مو هذا ذهب، وأعطاه جبته. قال له سيدي ما لهذا مدحتكم؟ قال نعلم أنت مو لهذا مدحنا، ولكن هذا شيء قليل في حقك. أسألك بالله، ما كان أكو فقراء في زمن الإمام الرضا تعلم الرضا عليه السلام الحكم الشرعي؟ أنت هنا يا المتفلسف، يلي تسوي روحك أنت كذا، وينك أنت؟ ليش في غير أيام ما تطلع صوتك بس بهالأيام؟ فالإنسان أيها الأحبة يصير عند هذا الصراع، فدائما غلب جانب شنو؟ جانب الإنفاق على جانب الشح والبخل دائما. يقولون إذا استعطاك واحد فأول نية تقع في قلبك اعمل بها. إذا واحد قال لك مثلا، نفترض مثلا مشروع خير كذا، واحد قال لك نفسك قالت لك اطي، بعد لا تتردد. النية الأولى مهمة في نفسك، لأن الثانية يبدي الشيطان شنو؟ يبدي يدخل، يبدي يلعب على الأوتار. دير بالك، يقول لك معود هسه شو لك خليهم كذا. إخواني إن شاء الله مجالس الحسين مستمرة وما تبقى على واحد، اطمئنوا. وهاي المجالس الناس تطد دماعها في سبيلها، وأنا مو أريد أقول يا بتبرع أو أنطو، لكن أريد أقول فد شيء، اللي يتبرع واللي ينطي واللي يقوم ترى إله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أعطيك حديث عن الإمام الصادق، يقول درهما درهم ينفق في طريق الحسين خير من ألف درهم ينفق في غيره. لأن إخواني هاي المجالس هي حفظة الإسلام، هاي المجالس وهاي مدرسة الحسين هي اللي حفظت الإسلام إلى يومك هذا. سألك بالله، إحنا نجتمع لولا الحسين؟ هاي الناس الآن تجتمع من كل مكان، جاية من أماكن بعيدة، جزاكم الله خير جزاء وأجركم على الزهرة. إيه والله، مو نريد نسوي دعاية، لا، ما مجبورين تجون، ما مجبورين تتحملون، بعضكم طالع من الصبح من الخمسة يرجع بالستة العصر، يلا يلحق يسبح يلحق كذا كذا ويجي للمجلس. أيها الأحبة، أحد جابركم جايين حب الحسين؟ هاي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، أنتوا جاي شيدون هاي المجالس زين، لكن قلت لك صار صراع عنده هو من جانب، هذا عبد الله بن الضحاك المشرقي من جانب بده بنصرة الحسين، لكن من الجانب الآخر شنو؟ اتصارعت عند الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب شنو والفضة والخيل المسومة والحرث، والحرث والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن هذا. الله بلا شك كل احنا نحب اولادنا، كل هالبيت يعني ذول الان الشهداء اللي راحوا ما يحبون ابولا، ما يحبون اولادهم، ما عندهم بيوت، لا، ولكن لما صار الصراع في نفوسهم قدموا ماذا؟ قدموا الانفاق، قدموا الجهاد على القعد. هكذا يصير صراع دائما. هذا عبد الله بن الضحاك المشرقي اتصارعت عند منا الحسين، يعرف ابن رسول الله. من جهة أخرى، وإلا إخواني أسألكم بالله، أكو واحد بالدنيا من خلق الله آدم إلى يومك هذا إلى يوم القيامة، أكو واحد ما يبتلى بالعيال والدين؟ كل هالناس تزوج وعندها أولاد،
والدين شأن طبيعي. الآن هسه لو نسوي استقراء بهذا المجلس إيش قد مطلوبين بالله، سواء مطلوبين للدولة لو للناس إيش قد مطلوبين. طبيعي الإنسان من يبيع ويشتري، طبيعي الإنسان يحتاج فلوس، يحتاج طبيعي، فياخذ وينطي. إذن هذا أمر طبيعي، ترتب طبيعي على الدنيا، الإنسان يحتاج إلى هذا الأمر. سبب من أسباب، أثر من آثار الدنيا، أنه الآن شنو؟ أنه قضية الدين. لكن هذا عذر، عذر، شايف؟ عذر ملوح مثل ما يقولون، هذا عذر، عذر يريد شنو؟ يقعد به الحسين هم سلام الله عليه، مو مستعز به، قلت الله ومحمد وعلي وياك، روح ما عندي شغل وياك. في حين أيها الإخوة، شوفوا، خلنا أنقلكم للصورة الثانية، صورة أصحابي. إحنا الليلة ليلة شنو؟ أنصار الحسين سلام الله عليه. بشير ابن عمرو الحضرمي، بشير ابن عمرو منو؟ لأن ذول لهم حق علينا. بشير ابن عمرو الحضرمي هذا هو في معسكر الحسين، ولده كان وين؟ كان في جيوش المسلمين، أسروه الروم في ري، معركة صارت وأسروه. وصل الخبر قال له ترى ابنك شنو وقع وين؟ وقع بالأسر. زين، ابدا ما بين عليه ان ابنه وين؟ بالأسر. جاء له سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين، وفي عنده سر مال، المال قال له جزاك الله خيرا، هذا مال، وامضي الى فكاك ولدك. هسه هو ياه البادر، حسين بادر، اسمعوا يا مؤمنين، وقع على قدمي الحسين قال له أبا عبد الله أكلتني السباع إن أنا فارقتك. ابني شنو ابني؟ ابني خليني أعوفك يا حسين بهالشدة، هل محنة هاي؟ أعوفك يا أبا عبد الله، أكلتني السباع حيا مو ميتا، للميت ما يدري تاكل السباع لو ما تاكلش مدري. قالت لأكلتني السباع حيا إن أنا فارقتك يا أبا عبد الله، وأبقى بعدك أسأل الركبان عن خبرك، أنشد الناس والله صار بالحسين. قالت قال أكلتني السباع حيا يا أبا، ما أمضي ابني، أتأثر أتأثر فدوى إلك يا حسين. شنو ابني إخواني؟ موقف، هذا موقف، هذا بشير بن عمرو الحضرمي، ولي أصحاب الحسين. زهير بن القين رجل كان صاحب ثروة وصاحب أموال، شوفوا هذا الصراع حدث عند زهير، نفس الصراع اللي حدث، بس عبد الله ذاك المشرقي ابن الضحاك غلب جانب السلبي على الجانب الإيجابي. الحسين ضرب أطنابه في نفس الوقت اللي ضرب أطنابه زهير بن القيل، فالحسين قالهم أطنا من ليش خيام من؟ قال له خيام زهير بن القيل. زين، فالحسين قال علي به، اجا وقفوا علي، زهير حاط له قصعة ياكل هو والعبيد مالته، قال له أجب رسل الحسين. التفت لهم قال لهم انتم رسل من؟ قال له رسل الحسين بن علي بن أبي طالب. سبحان الله، انا طلعت من الكوفة خشيت شنو ان التقي بالحسين، بقى متردد، بقى متردد، بقى متردد. نظرت لزوجته قالت لعجيب أمرك يا زهير. شوفوا هاي المرأة الطيبة الصالحة، والله عدنا نساء، والله عدهن مواقف يسوى مواقف ملايين الرجال، وعدهن مواقف بالعطاء، نعم، ومواقف بالكرم والتكرم، عجيب المرأة والله. زين، شوفوا هاي، هاي المرأة الصالحة، عندنا مثل قبل يقول لا عقل اللي يقله ولا مرت شنو التدله. هسه هاي شوفوا المرأة، قالت لعجيب أمرك يا زهير، هذا الحسين يدعوك وانت شنو ما تجيبه؟ هذا الحسين بن فاطمة تدري انت من اللي جاي يدعوك؟ هذا الحسين بن الزهراء يدعوك وانت ما تجيبه؟ ما تقول له نعم؟ امضي اليه شوف شو يريد من عندك. راح زهير بن القين، من راح انقلب زهير تماما، اجى رجع قال لهم يلا قوضوا رحلي،
وزع أمواله. شوف هذا الإنسان اللي يريد فعلا تكون البيعة خالصة لله، يقولون وزع كل ما يملك أمواله، ما يملك من حيطان ومن عبيد ومن مزارع ومن عقار ومن كل شيء، وأمواله سرح نساءه وعبيده وجاء في خدمة الحسين عليه السلام. هذا إلى كلمة ليلة العاشر، قال لأبا لما الحسين قال لهم هذا الليل قد غشيكم، قال لأبا عبد الله لو أعلم إني أقتل ثم أقطع ثم أحرق ثم يذر جسدي في الهواء ويفعل بي هذا 70 مرة لما تركتك يا أبا عبد الله. ليش طلقنا النساء وعفنا الديار؟ كون حق أهل المجد نجري له، نجري حق المرتضى وحق البتول، جمعت شبان شيبوك هو. قالت الأنصار يا حسين اشتقول صحبتك يا هاشم التبديل، قال تبدي أصحابنا وشالت العين وهز حبيب العلم عد وجه الحسين. وهز حبيب العلم بعد وجه الحسين. أجركم الله. وفعلا يعني كانت لهم مواقف يقف أمامها الإنسان واقعا متحيرا خجلا. شوفوا هذا أم جنادة ابن عمارة الأنصاري، أم عمارة ابن جنادة الأنصاري، هذا أبوه استشهد في أول حملة. يقولون اجت هاي الأم المن إلى ابنها عمارة، قالت لبني أما تسمع وحدة الحسين؟ أما تسمع غربة الحسين؟ بني قم وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء، وليدي أريدك تبيض وجهي عند الزهراء. راح لبس لامة حربة وقف بين يدي الحسين، بس تدرون الحسين شو صيح؟ أنا أدري هذا صيحة الحسين تكسر قلبك. ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من ذاب يذبنا؟ ألا من ذاب يذب عنا؟ هذا يوم كثر فيه واتره وقل فيه ناصره. إجا وقف يم الحسين عليه السلام، نظر للحسين نظرة رحيم، قال له بني الآن في الحملة الأولى قتل أبوك، ارجع إلى أمك لعلها تأنس بك. قال له أبا عبد الله هي أمي اللي دزتني إليك، هي أمي بعثتني إليك. قال له بني ارجع إلى أمك لعلها تأنس بك. رجع استقبلت، قالت لها بني رجعت؟ قال لها الحسين لم يأذن لي. قالت لعل الحسين استصغر سنه لأنه لم يبلغ الحلم بعدها، لم يبلغ الحلم. يقول عمدت إلى ثيابه قصرتها، إلى لامة حربه قلصتها على متلجر بالقاع، والحسين يستصغر جاءت به من أذياله تجر به إلى أن أوقفته أمام الحسين. أبا عبد الله لما لم تأذن لولدي بالقتال بين يديك؟ قال أمة الله الآن قتل أبوه، والآن إذا تودينا للمعركة ترى ما يرجع سالم منك. قالت أبا عبد الله، أبا عبد الله ولدي وأبوه وأنا فداء لك حسين، أتذكل بك أمك الزهراء في هذا اليوم ولا أذكل بولدي؟ مرحومة، هنيئاً لكم، هنيئاً لكم إن شاء الله. هالحرقة هاي في قلوبكم. يقولون برز هذا الغلام وهو ينادي أميري حسين ونعم الأمير سرور بشير الذي آجركم الله. إلى أن سرع راح للحسين عليه السلام، يقولون أرسل علي الأكبر الحسين عليه السلام، يقول مسح الدم والترام عن أدرك فيه رمق من الحياة. قال سيدي ومولاي عندي طلب جسارة، أنا ما أطلب من بني لكن جسارة. قل حولوا رحل أمي إلى رحالكم فإنها أصبحت من غير ولي بعد ما عدها أنا وأبوي رحنا.
هذه امرأة وكذلك امرأة وهب بن حباب الكلبي رضوان الله عليهم. هاي المرأة يقولون لما أراد وهب أن يبرز تعلقت بأذياله. يقول الأم قالت لبني اعزب عن قولها وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. برز وهب عاجركم الله وإذا به يسمع صوت من خلفه يا وهب قاتل دون الطيبين. التفت وإذا بها زوجته اللي كانت تمنع قبل لحظان. قال عجيب أمرك الآن منعتيني والآن تأتين معي لتقاتلين. قالت يا وهب يا وهب لا تلمني إن واعية الحسين كسرت قلبي. يا حسين صيح وحسينا أيوا سيدا أيوا مظلومة. قالت وما سمعتيه يقول؟ قالت سمعت واقف بباب الخيمة وهو يقول ألا من ناصر ينصرنا فإن واعية الحسين كسرت. أقول هاي زوجة وهب انكسرت قلبها على واعية الحسين. أقول ساعد الله قلب أخته الحوراء زينب شلون قلبها. وكأني بها ادقل أشوفك وحيد ومالك يا معين أو ما لك معين وقامك على الغبرة مطاعين. يا بنا يا 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 استبقد واحد اثنين والله وانا بقدت واحد وسبعين عن كربلاء ابويا غبت وين يا ابويا يا علي بويا تدري تدري البني أمية إلى قدين بويا خذوا ثاراتهم واحد بسبعين. عجركم الله وقف الحسين تلك الوقفة ونادى بضعيف الصوت يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجاء ما لي أدعوكم فلا تجيبون وأناديكم فلا تسمعون أأنتم نيام أرجوكم تنتبهون أم حالت موتتكم دون نصرة إمامكم. اسمع اسمع نداء الحسين. هذه حرم الرسول قد حرقت على أخن لفقدكم النحول فقوموا أيها الكرام وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة الأمام. ثم أخذ ينادي الحسين انت ويا الحسين ها حبيبي حبيب خخي مسلم أين برير أين أخي العباس أين ولدي علي أين ابن أخي القاسم. جاوبوني يا ليوث الغاضر يا جاوبوني دارت الأعداء علي جاوبوني بالعجل رحت من دي. يا الله يا الله أعيد لك أعيد لك هالبيت هذا أريدك كل الكل يقف وياي. جاوبوني يا ليوث الغاضر إيه إيه أريد الكل يصيح يا الله هاي لياليك بعد ولا تستحي
وصير صاحب عزاء وهنيئا لك. خذ يد دمعتك انت. جاوبوني يا ليوث الغاري. هلا هلا. جاوبوني دارت الاعداء علي. جاوبوني بالعجل رحتوا من دي. يجري دمعة والله مو سهل المصيبة. يجري دمعة عاشقي فارق حبيبة. يجري دمعة يلتفت صوب الغريبة. يا الله يا الله. وينهم أهل الحوائج؟ وينهم يا الله؟ آه يجري دمعة والله مو سهل المصيبة. يا الله. يجري دمعة عاشقي فارق حبيبي. يجري دمعة يلتفت صوب الغريبة. اقلها زينب راح واصحابي من دي. يقل حزينة راح واصحابي ضحايا. يا زينب. يقل حزينة راح واصحابي ضحايا. يقل حزينة عن نهار ظلوا ضمايا. وزينب بعد هذا الخبر اللي زينب صرخت صاحت وضيعتاه. يقل حزينب اتجهزي باكر سبايا. اين الصارخون وزينب؟ هلا هلا بهالاصوات يا الله. اين الصارخون وزينب؟ يا زينب اتجهزي باكر سبايا سبايا. اتقلهم وصبنا وصبنا قبل ان ترحلون وقبل ان على الغبرة تنامون. والله يا كرام يا كرام يا كرام عنا لا تقصرون. يلا اريد الان اريد الان لا نستقبل المولى لا نستقبل. نعم السيد. نستقدم الشيخ شيخ. نعم ملا جليل. تدرون والله تدرون بي هاشمية. وتدرون كلمة عدو صعبة علي. يا تدرون كلمة عدو صعبة. يا 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 هلا هلا على هنا زينب هالبيت. واسألك الدعاء خطر ببالي انا احكي. من قالها زينب؟ زينب استعدي ترى باكر سبي. ما تولي دافعون عنك ما تولي حامون عنك. استعدي يا زينب المن الى السبي. هنا زينب قالت للحسين اذقل اخويا عندي وياك كلمة ورايد احكي. خويا وذا صعبة علي اسكت واخليك. شنو يلا شنو هالكلمة هاي؟ ها شنو هالكلمة؟ خويا خويا الاخت وين تروح من روح والي. اه الاخت وين تروح
من روح والي خير. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، أمست اليوم واليتامى حولها. يا لقومي تصدق الأنذال. يا الله يظهر أنه في الآية اللي قرأناها أنه أنفسهم، يعني مضمومة، السين مضمومة، أنا لعلي قرأت أنفسهم أنفسهم. أي نعم، بارك الله. ارفعوا أيديكم بالدعاء، خلي دمعتك على خدك إخواني، خلوا دمعتكم لأنه من أبواب استجابة الدعاء. يقرأ الآية الشريف، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب يا الله مضطر إذا دعا، يا الله أمن يا الله يا الله مضطر إذا دعا، أما يجيب المضطر إذا دعا، أما يجيب دعا ويكشف السوء. مجلس الحسين كما يقول شيخ التستري على الله مقامه كقبة الحسين عليه، استجابوا فيه الدعاء. دمعتك وبكيت بحرقة، أنا أدري أكو قلوب بكت بحرقة على مصيبة زينب والحسين، وهاي حرقة قلبك ترى مو شيء عند الله، عظيمة عند الله. هذا انكسار، قال له وين تجدني؟ قال له تجدني عند القلوب المنكسرة. هاي القلوب من تنكسر وعلي من تنكسر، مو على أمر من أمور الدنيا، تنكسر على مصيبة آل محمد، على مصيبة وحدة زينب، غربة زينب. هنيئا لك إلهي بحق هذه القلوب التي انكسرت لمصاب أهل البيت. إلهي فرج عن إمام زماننا، إلهي اقضي حوائجنا. اللهم لا تخرجنا من هذا المأتم المبارك إلا وأنت راض عنا وغافر لنا خطايانا. من كان طالب حاجة في مجلسنا من أوصانا بالدعاء، اللهم اقضي حوائجهم، يسر أمورهم، شافي وعافي مرضاهم جميعا، ارزقنا وإياهم حسن العاقبة. إلهي ثبت قلوبنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم وفقنا لخدمة الحسين وأدم علينا هذه الخدمة إلى منتهى آجالنا، واجعلها في ذرارينا إلى يوم القيامة. إلهي وفقنا ووفق الحاضرين إلى كل خير، إلى أموات الحاضرين الكرام، أموات المؤمنين من مات على الإيمان، بالخصوص من لا ذاكر ولا وارث يرثه، أموات المؤسسين والداعمين والمتبرعين وكل الباذلين، نعم، في هذا المأتم، إلى أرواح أمواتهم، أرواح أموات شهدائنا، كذلك من مضى من علمائنا، من مضى من خدام الحسين، من لا ذاكر ولا وارث يرث. الفاتحة أيضا إلى روح المرحوم موسى المحي، موسى المحي، إلى أرواحهم جميعا. الفاتحة مع الصلوات.